ما حكم من صلى بملابس الكفار وعليه وعلى الملابس أسماؤهم؟ هذا يكره، الصلاة تصح مع الكراهة، أما الكراهة فلإشغال المصلين من خلفه به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما صلى صلاة وكان أمامه لما صلى صلاة وكان أمامه قرام فيه تصاوير، قال يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي.